بتلاقي انا وانت لانه دائما تحت حروب ودائما تحت هجمات ودائما تحت ضغوطات ودائما تحت تحديات ومش عم نعرف شو الحل لالها بتلاقينا عم نصاب بامراض ومشاكل صحيه والى اخره وبتلاقي في ناس بتموت بكير قبل عمرها والراب عم يطلع فينا بانه مش عم تتعلم ان تلقي همك عليه مش عم تتعلم بانه انا بدي اعطيك حياه واعطيك حياه فياضه، مش عم تعلم بانه الموضوع هو ان تثمر. اسمعوني أحب ان تكون بصحه جيده هو ليس انك تاكل وتشرب وتنام منيح، ان تكون بصحه جيده ببلش بانك تكون بامان وبسلام مع الله. والشيء المدهش بالنسبة لي ولك نحن بنعتقد بانه اذا انا بغير بلد اسلوب حياة لربما رح بقدر غير بنفسيتي لا الشيء اللي بخليك او بتوقف المشاكل عندي او بتوقف التحديات عندي عندي خبر المشاكل والتحديات رح تضل لحقتك وين ما بدك تروح وشو ما بدك تعمل وباي بلد بدك تكون رح دائما يكون في مشاكل ورح دائما يكون في تحديات ورح دائما يكون في قصف ورح دائما يكون في معارك روحيه لكن الشيء الذي يجعلك بصحه جيده وعلاقتك مع الله مقابلة وحدة معه حقيقية. أنا ما بحكي فتت ومعك ليستة صلاة وصليت وعملت حركات وفليت. أنا ما بحكي عن هدول المقابلات. أنا عم بحكي عن قعدة حقيقية بمحضر الرب. أنا عم بحكي بأنك تسكب في... عم 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 بحكي عم, عم بحكي مع المكان. بأنه بالحقيقة آآ 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 تسكت ذهنك ترنم ترنيم اللي بقلبك ترمي كل احمالك عند اجري وتكون هناك واقف لكي تسمع صوته وجاء اسمعني إذا, مر اذا مره واحده اذا مره واحده قعدت هيك قاعده مع الرب كفيله ان تغير حياتك الى الابد انا باكد لك سأعطيك مفتاح اليوم ايضا اسمعني الشخص اللي عايش باسمار وبصحة جيدة اسمعني ما في شيء بالعالم بيغريه غير انه يثمر ما في شيء الرب بيقول لك تعمله وما راح يكون في من وراه بركة غير عادية ما في شيء حتى لو مبين انه آلام وصليب ورا الصليب دائما في ايامي هاليلويا وانتصار حتى لو الظاهر يبدو بانك انت عم تموت كليا، عم تتخلى كليا، بنظر كل الناس انت عبيط، بنظر كل الناس شو, هالغ... شو هالغباء، بنظر كل شيء عم بصير، الناس نظرت الى يسوع، خلص نفسك، انزل على الصليب لنعمل لك الضعف، قال لكن بنظر الله الصليب هو كان قوة الله وحكمة الله. عارف مين اللي بيخانق وبيطلع نار وبيحرق العالم كلياتها؟ هو البلا سمر. شوك. حياته شوك شوك تعشوا رمز شوك رمز الاضطهادات هو هيك صار بسبب القصص اللي بحياته بس كلنا عنا قصص بحياتنا بس هذا الشخص ما عم يعرف يرميها عند اجرين الراب عم بيروح بكبها بوجه الناس ومشاكل وقصص تعرف مين بيعمل حاله ملك على الناس؟ وإذا ما عملوه ملك قال تخرج نار وتحرق أرض لبنان، يعني أعظم شيء فيكم بحر وأنا. والإنسان اللي بلا سمر. مين الإنسان بلا سمر وليس بصحة جيدة؟